مانشستر سيتي وجوارديولا بيذبحوا توخيل وبايرن ميونخ في ملعب الاتحاد وشبه بيحسموا صعودهم للسيمي فاينال بعد الفوز ب 3-0، وبتصعبوا المهمة جدا 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 عن توخيل ورجالته في الاليانز ارينا. هنتكلم في حلقة النهاردة عن مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في مباراة هي تقريبا من امتع المباريات اللي شفتها عيني من فترة كبيرة جدا جدا جدا. استنى نخش في اي حاجة، انزل اعمل لايك، لو مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقات اول التحليل تيجي لك اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الانقاصين. انا بيجي وجايه في حلقه جديده من اول التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن سيتي وبايرن ميونخ في مباراه تحت مسمى ان السيتي بيقدم لكم المرعبه او بيعمل المدلعه في بايرن ميونخ. اللي شفناه النهارده من سيتي قدام بايرن ده شكل غريب، شكل غير متوقع، او بقى متوقع بعد اقاله ناجلزمان من بايرن ميونخ. هقول لك ليه كان متوقع وليه ما كانش متوقع. اولا ما كانش متوقع ليه؟ لان الناس كلها كانت حاطه امال كبيره جدا على توماس توخيل. توماس توخيل قال لك ده جه مع تشيلسي من موسمين تقريبا، جه تشيلسي، تشيلسي كان مترنح، تشيلسي ما كانش افضل حاجه، انتشلوا من الضياع وراح خد بيه التشامبيونز ليج. ولكن اول حاجه توخيل عملها اول ما راح تشيلسي هو المنظومه، اسس منظومه كويسه، عمل منظومه قويه قدرت تاخد التشامبيونز ليج في الاخر. ولكن هنا مع بايرن ميونخ لما توخيل بدا دخل على الفريق في ظرف 10 ايام لقى نفسه بيواجه ارعب منظومه في اوروبا، مانشستر سيتي بيبو جوارديولا. في 10 ايام بس لعب 3 ماتشات، الماتش الثالث ليه مع بايرن ميونخ كان مانشستر سيتي في الاتحاد. هتقول لي طب ما توخيل كان متعود على سيتي وبيب جوارديولا ومتعود على الاجواء الانجليزيه وكل الكلام ده. اقول لك اه كل الكلام ده مميز، ولكن انت لسه داخل على فريق ما تعرفش قواه، ما تعرفش اللي نقط القوه، ما تعرفش نقط الضعف، ما تعرفش ده اللاعب الافضل، ما تعرفش ايه فكره اللي انت تقيل مدرب قدر يخرج باريس سان جيرمان وقدر يفوز على برشلونه وقدر يفوز على انتر وقدر يعمل نتائج مميزه جدا 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 سواء اوروبيا وممكن تكون محليا مش قد كده، ولكن اوروبيا مقدم لك نتائج مميزه. تقيله قبل 10 ايام من مباراه ضد بيب جوارديولا ده غباء اداري من وجهه نظري. طب هرجع اقول لك اللي قلت لك كان متوقع او مش متوقع. اللي ما كانش متوقع قلته لك، ولكن اللي كان متوقع ودي فئه من الناس كانت متوقعاها ان بايرن ميونخ هيبقى شكله مش افضل حال قدام سيتي، وان هو توخيل لسه ماسك الفريق ما بقالوش اسبوعين، لسه داخل على فريق جديد، فبالتالي المنظومه الافضل الاجهز اللي حافظ مدربها المدرب اللي محفظ لعيبته كل شيء هو اللي كان افضل النهارده. المدرب اللي بدا يخترع افكار جديده وبدا يعمل افكار جديده تخليه عنده لاعب حر زياده في كل مرحله من مراحل اللعب هو اللي قدر يتفوق النهارده. ومش قدر يتفوق في جون ولا اتنين، لا ده قدر يكسب بالثلاثه، نتيجة كبيرة، وممكن كانت تبقى نتيجة أكبر من كده لولا سومر. سومر النهاردة شايل بتاع 3 4 تجوال لوحده. لولا سومر النهاردة كنا ممكن نشوف نتيجة كارثية على بايرن ميونخ. طب تعالى أكلمك في المباراة شوية، تعالى أكلمك على السيتي. إحنا اتكلمنا على بيب جوارديولا، اتكلمنا على توخيل وبايرن ميونخ، تعالى أكلمك على مانشستر سيتي. سيتي النهاردة بدأ بنفس تشكيل المباراة اللي فاتت، واللي كان الناس كلها مستغربة ايه اللي بيحصل، انه بيلعب برودري جنبه ستونز في نص الملعب، قدامهم جاندوجان ودبروين وجريليش وبرناردو او محرز وهالاند والرباعي الخلفي او الثلاثي الخلفي اكانجي وروبن دياز وناثان اكي. الناس كانتش فاهمة ايه الفكرة، ولكن الافكار ابتدت تسنك مع الناس وابتدت تلمس في دماغ الناس في المباراه الاخيره لمانشستر سيتي. لكن مباراه النهارده الافكار نورت جدا، الافكار اللي نورت ان جون ستونز هو اللاعب المحوري. تقول لي جون ستونز؟ اقول لك اه جون ستونز. جون ستونز الاول جه السيتي ده كان بيضربه بالشبشب، ولكن دلوقتي جون ستونز بقى القطعه الاهم لبيب جوارديولا بعد مباراه النهارده بالذات، بعد العمر النهارده جون ستونز بالذات. جون ستونز طب ايه القطعه اللي كانت بيستخدمها او ليه كان جون ستونز هو المحور؟ لان جون ستونز كان بيلعب دور قلب الدفاع الايمن وبيلعب دور الارتكاز جنب رودري، الاثنين في نفس الوقت.
في وقت الحيازه هتلاقي جون ستونز هو المحور الثاني جنب رودري، وهو اللي بيشترك في مرحله التحضير ومرحله التدرج، وفي ظل ان الكوره بتفتقد او باري بيستخلص الكوره من مانشستر سيتي ومانشستر سيتي بيبدا يستقبل لعب، بتلاقي جون ستونز هو اللاعب او قلب الدفاع نهايه اليمين. طب اكانجي وناثان اكي اللي عملوا مباراه العمر النهارده، اكانجي هو اللاعب اللي موجود في الجبهه اليمين سواء مدافع ثالث او باك رايت. ليه؟ لان هو اللاعب اللي واقف بيقفل على جناحات لعيبه مانشستر لعيبه بايرن ميونخ. وبالمناسبه النهارده حصل اوفرلود على اكانجي، واكانجي اتعامل معاه بكل سلاسه. اتعمل ايه اوفرلود؟ هو الجناح سواء سانية او احيانا سانية او كومان في وقت او باقي الوقت كان كومان بيميل عليه موسيالا مع وجود كمان ديفيز، فبالتالي تشكل اوفرلود كبير جدا على اكانجي. ولكن اكانجي النهارده قدم مباراه مميزه. ولكن عايزين نروح الناحيه الثانيه للمرعب، ناثان اكي. ناثان اكي النهارده بيلعب مدافع ثالث ناحيه الشمال، ولما الكوره ما بتبقاش مع مانشستر سيتي بيبقى باك ليفت صريح. طب النهارده قدر يتعامل مع جناحات بايرن ميونخ، قدر يتعامل مع جناحات بايرن ميونخ، قدر النهارده اللاعب ناثان اكي مش بس بيقفل على الجبهه او بيقفل على مناطقه، لا ده ناثان اكي كباك ليفت مميز جدا سواء هجوميا او دفاعيا. لاعب بيعرف يقرا تحركات وبيعرف يقرا تمريرات الخصم كويس جدا، لاعب بيعرف يطلع بالكوره من على الارض كويس جدا، لاعب مرعب. من اهم اللاعبين اللي تطوروا تحت قياده بيب جوارديولا السنه دي بالتاكيد. من وجهه نظر ناثان اكي من افضل المدافعين في العالم لو ما كانش افضلهم. تطور بشكل مرعب. طب سيتي قدم شكل تكتيكي مختلف. انا معايا لاعب بيخليني بيخلي يبقى في لاعب حر دايما في مراحل في كل مراحل اللعب، سواء التحضير او التدرج او صنع الفرصه او الفرصه او كل شيء. طب ليه كان بيعمل كده؟ لان لما كانت الكوره بتبقى مع مانشستر سيتي كان بيخلي جون ستونز جنب رودري الاثنين كارتكاس في نص الملعب، وكان بيحرر جاندوجان وبيحرر دي بروين اللي كان بيميل ناحيه اليمين على برناردو سيلفا، وكان جاندوجان هو اللي بيبقى المهاجم الرانر جنب هالاند. طب الكوره دلوقتي مع سيتي، فجاندوجان هو اللي بيبقى مهاجم الرانر جنب هالاند في منطقه الجزاء، ودي بروين بيميل ناحيه اليمين على برناردو سيلفا، ونحتار تبقى موجود فيها جريليش كجناح ايسر. طب الكره دلوقتي مش مع مانشستر سيتي، ايه اللي بيحصل؟ التشكيل بيتحول ل 4-4-2 بجاندوجان بينزل جنب رودري، وستونز بيرجع يبقى قلب دفاع ناحيه اليمين، وبيضغط دي بروين مع هالاند، لان الاثنين بيضغطوا بشكل مباشر على اوباميكانو وعلى دي ليخت. ده اللي كان بيعمله سيتي. طب الناحيه الثانيه بايرن تحسه كان تايه في ارض الميدان، ولا عارف يطلع بالكوره، ولا عارف يطلع بالكوره على الارض، ولا عارف يتدرج، ولا عارف كل شيء. النهارده مانشستر سيتي تفوق في كل شيء، على المستوى التكتيكي، على مستوى الحيازه، على مستوى استقبال اللعب، على مستوى الضغط العالي، على مستوى الثنائيات، على مستوى كل شيء. سيتي النهارده قدر يقدم ملحمه ضد بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كان شكله مترنح وكان شكله سيء في ارض الميدان، ده كله بسبب ناجلزمان. لولا اقاله ناجلزمان ما كان سيتي قدر يفوز النهارده، وحتى لو كان فاز ما كانش هيبقى شكله هزيل البايرن بهذا الشكل. بايرن النهارده كان مستباح على مستوى العمق، على مستوى الاطراف، على مستوى كل شيء. كل شيء النهارده قدر سيتي يتفوق فيها على بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هتقول لي يرجع في الاليانز وكل الكلام ده، اقول لك لا صعب. انا واحد من الناس خلاص شفتها من هنا، سيتي في السيمي فاينل. الا اذا بقى يعني الا اذا سيتي راح عمل او جوارديولا حب يفتي في الاليانز ارينا وراح عمل مباراه كارثيه وسيتي قدر يرجع في النتيجه. ولكن 3-0 تقيله قوي على اي حد، مش بايرن بس، على اي حد تقيله جدا جدا جدا. سيتي السنه دي متكامل، سيتي السنه دي متكامل على مستوى كل الخطوط، دفاع، نص ملعب، هجوم، دكه، كل شيء. كل شيء النهارده بتشوف بيب جوارديولا كسبان 1-0 قرر انه يغير الخطه تماما وينزل جونيور الفاريز جنب هالاند، وبتحول التشكيل ل 4-4-2 صريحه، بضغط عالي، باستخلاص الكوره في نص ملعب سيتي، في نص ملعب بايرن، ادى ان انت تجيب جونين في بايرن بعد ما غيرت الخطه. الجون الاول كان حلو قوي من رودري، بيجيبها على شماله وبيودي في سومر، كوره بكده بتفكرني بجوان كتير ابرزهم بوجبا في سويسرا، ولكن ناحيه اليمين ناحيه الشمال.
الجون الثاني لسيتي ضغط عالي جدا من جريليش. جريليش المميز جدا بالمناسبه بيضغط ضغط شرس على اوباميكانو، بيغلط اوباميكانو، بيلعبها لهالاند، هالاند بيروح هالاند هو ماكينه اهداف وبيجيب اهداف كتير، ولكن لاعب ذكي قرر ان هو ما يلعبش لنفسه ويلعب للفريق ويلعب للمنظومه، فقرر يعمل عرضيه للناحيه الثانيه برؤيه مميزه جدا لبرناردو سيلفا. برناردو سيلفا بيخش يحط الهدف الثاني، الهدف الثالث كره بتيجي لستونز. ستونز مش عارف، انا مش عارف بيب جوارديولا بيعمل ايه، بيخلي قلب دفاع، قلب دفاع لما جابه من اول ما جابه خالص من جابه من ايفرتون كان مدافع سيء جدا، مع الوقت ابتدى يتطور بقى مدافع كويس، دلوقتي بيستخدموه لاعب ارتكاز، لا ده كمان مش بيستخدموه ارتكاز بس، ده بيخليه يتقدم للامام وبيشارك في الهجمه وبيوصل لنص بيوصل لمنطقه جزاء الخصم وبيعمل اسيست. هالاند بيحط الثالث ويخلص الماتش من الاتحاد. الناحيه الثانيه بايرن مش لاقي يعمل حاجه، والمشكله بتاعت بايرن هتفضل مستمره لانه ما عندوش مهاجم. النهارده بنشوف الشوط الاول بايرن بيحاول يلعب من ناحيه كومان، من ناحيه ثانيه الكره بتوصلهم، بيحاولوا يعملوا عرضيه بيبصوا ما يلاقوش حد، فبيبتدوا يرجعوا تاني، فالكره بتفضل تروح من ناحيه اليمين لناحيه الشمال ومن ناحيه الشمال لناحيه اليمين بلا هدف، فيها خطوره وفي نفس الوقت ما فيهاش، وبالتالي كل شيء بايظ عند بايرن ميونخ. هل بايرن قادر على الرجوع؟ لا، انا شايف لا، من وجهه نظري شايف، من وجهه نظري خلاص سيتي حسم الصعود للسيمي فاينال. مباراه الاليانز ارينا مش هتبقى بالقوه القصوى، سيتي هينزل يلعب على التحولات الهجوميه ويقف في نص ملعبه يقفل كل خطوطه، يلعب التحولات الهجوميه بشكل كبير. في الاول وفي الاخر ده قرار شخص واحد ورايا انا في مباراه سيتي وبايرن. قول لي رايك انت في الكومنتس، ومبروك لكل جمهور مانشستر سيتي وهاردك لكل جمهور بايرن ميونخ. قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعك، هل بايرن قادر على حدوث المفاجاه ويعمل الريمونتادا في الاليانز ارينا، ولا خلاص سيتي حسم الصعود للسيمي فاينال؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولا حضرتك بدات تشجع الله، وكل مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حضرتك تجي لك اول ما تنزل على طول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر كمان مصطفى. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.